بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأجملان على من كان خلقه القرآن وتعامله مع الناس بإحسان، النبي العدنان سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته إلى يوم حساب الإنس والجان. أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية، أحييكم بأجمل تحية فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا محراب موصلي، حيث نتجول في أحياء هذه المدينة المباركة بين محارب مساجدها، فندخل هذه المساجد المباركة التي هي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. اليوم نقف في مسجد وجامع مبارك في منطقة دوميز. هذا الجامع معروف ومشهور، وهو جامع نور الإسلام. عندما بني هذا الجامع ونشأ فعلا كان نورا، أشع نوره بين أرجاء هذه المنطقة، ليس فحسب إنما على أيضا أجزاء مدينة الموصل. هذا الجامع متى بني ومن بناه ومن هم أبرز وأشهر العلماء والدعاة والخطباء الذين تعاقبوا على إدارته والخطبة فيه، كل ذلك سنتعرف عليه بعد فاصل قصير، انتظرونا بمشيئة الله تعالى. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين الأكارم، ونحن إذ نقف اليوم في رحاب جامع نور الإسلام، هذا الجامع المبارك في منطقة دوميز. من بناه وفي أي سنة بني وافتتح، كل ذلك سنتعرف عليه من خلال إمام وخطيب هذا الجامع فضيلة الشيخ أحمد الغضنفري. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ في برنامجنا محراب موصلي. مرحبا بقناة الموصلية، مرحبا بمقدم البرنامج الشيخ عبد الرحمن. نشكركم على هذا البرنامج المتميز للتعريف على مساجد الموصل. حياكم الله، لنا شرف اللقاء بكم فضيلة الشيخ. بداية أبدأ معكم حول سؤال: من بنى هذا الجامع المبارك وفي أي سنة افتتح هذا الجامع؟ نعم، في بداية الأمر في بداية التسعينات افتتح جامع السورتشي. نعم، بعيد كل البعد عن هذه المنطقة. نعم، وبفضل الله تبارك وتعالى تم بناء هذا الجامع نور الإسلام سنة 2008 ما شاء الله على يد الأخ مفيد العثمان. نعم، والمحسنون. يعني الأخ مفيد العثماني هو من قام ببناء هذا الجامع. نعم، وهناك من المحسنين من تعاون وتساعد. نعم، معه في إتمام هذا الجامع المبارك. نعم، حدثني عن أجزاء الجامع مما يتكون. يتكون من مصلى كبير ومصلى صغير. المصلى الكبير لصلاة الجمعة والمناسبات، أما المصلى الصغير لأوقات الصلاة الخمسة ومصلى النساء في رمضان. ما شاء الله، يعني هناك مصلى كبير، هناك نعم مصلى آخر أيضا يسعف يوم الجمعة. نعم، وكذلك للنساء في رمضان لإقامة صلاة التراويح. نعم، والأعياد. ممتاز شيخنا الحبيب. هذا الجامع بما أنه فتح من سنة 2008، نعم، من كان خطيبا فيه قبلكم؟ في بداية الأمر فضيلة الشيخ محمد حسين حتى أحيل إلى التقاعد. ما شاء الله، وأنا استلمت هذا الجامع المبارك بعدي. وكذلك الأخ رضوان غانم مؤذن هذا الجامع المبارك ويعمل فيه مؤذنا وإداريا. ما شاء الله، إذا نظرت يمينا وشمالا إلى الجامع
ترى هذه الإدارة هو الذي يقوم بالمتابعة ويفضل الجامع على بيته. ما شاء الله، يعني أضف إلى مهام عمله كمؤذن في الجامع يقوم على ترتيب الجامع، على إدارة الجامع، على تنظيف الجامع. حتى في بعض الأحيان يكون مريضا نعم، نقول له لا تأتي إلى الجامع، لا يوافق، يقول الجامع أولى من مرضه، جعله بيته الأول. كيف لا، والجامع هو بيت الله تبارك وتعالى، والمصلون عندما يقبلون ويأتون إلى الجامع هم ضيوف الله تبارك وتعالى، وهذا شرف عظيم أن تخدم في بيت الله تبارك وتعالى وتهيئه لاستقبال ضيوفه، فهذا شرف عظيم. شيخنا المبارك، حدثني عن الجانب الإنساني الإغاثي في جامع نور الإسلام اليوم. هل لكم أيضا هناك، تعرفون جنابكم الموصل مرت بعدة أزمات وأحداث، هل لجامع نور الإسلام هناك بصمة وهناك أيضا اليد الطولة في هذا المجال في مساعدة الناس في هذه الأزمات؟ نعم، منذ أن فتح هذا الجامع كان لدينا صندوق لجمع الأموال للتأم والفقراء. نعم. وكذلك بعد التحرير كنا سباقين لإغاثة الساحل الأيمن وخاصة المنطقة القديمة، تقديم لهم الأموال والملابس، وحتى يومنا هذا ما شاء الله يعني مستمرين والحمد لله. شيء جميل جدا، يعني المساعدة لم تكن فقط هنا إنما إلى الجانب الأيمن. نعم. من هذه المدينة، وكانت لكم ما شاء الله البصمة الكبيرة في هذا الجانب، ما زالت مستمرة، يعني كانت للأرامل والأيتام والفقراء والمحتاجين. نعم، شيء طيب ومبارك. حدثني عن الجانب الإنساني هذا، فقط كان ما بعد التحرير أم كانت لكم أيضا في أزمات أخرى حدثت في مدينة الموصل كانت لكم أيضا بصمة بعد التحرير وحتى في الأزمات، آخرها الزلزال الذي وقع في تركيا، فكنا سباقين عندما دعت دائرة الأوقاف الوقف السني نعم، لجمع الأموال، فكنا سباقين على ذلك. أيضا كانت لكم أيضا يعني دعم. نعم الحمد لله، وجمع التبرعات. يعني جميل جدا أننا نجد اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسري أنهم يهتمون لأمر المسلمين أينما حلت بهم الكوارث والمصائب، وأنهم يتعاونون معهم، وهذا شيء طيب وشيء مشهود لجوامع الموصل اليوم، أنها ما شاء الله في كل أزمة تجدها موجودة، سواء حلت في المدينة أو حتى خارج المدينة. ننتقل إلى الجانب الآخر، أكيد لجامع نور الإسلام في رمضان ميزة. نعم. حدثني عن أجواء رمضان في هذا الجامع. في رمضان كنا نستضيف بعض المشايخ أمثال الشيخ العلامة الدكتور عبد الستار فاضل، والشيخ الدكتور التدريسي في جامعة الموصل الدكتور معن توفيق الحيالي. ما شاء الله. وأيضا كان لنا في رمضان وقفات استضافة بعض الأطباء لبيان الحالة الصحية للصوم، اختصاص باطنية واختصاص طب أسرة وما أشبه ذلك. يعني هذه المحاضرات لم تقتصر فقط على المحاضرات الدعوية، إنما على محاضرات أيضا في الجانب الإنساني والجانب الصحي للمسلم والجانب الطبي ما شاء الله. هذه في رمضان لقاء محاضرات عامة تكون. نعم. حتى يستفيد يعني. نعم. يكون في رمضان. هناك أيضا عندكم يعني أمور أخرى تحدث في رمضان، مثلا عندكم إفطار جماعي أو عندكم مثلا. نعم، مستمر الإفطار الجماعي للمصلين. للمصلين ما شاء الله. وكذلك مسابقات للمصلين في رمضان، ونقدم لهم الهدايا البسيطة. ما شاء الله. للرجال والنساء. المسابقات هذه أيضا هناك تحفيز وتشجيع في هذا الجانب. نعم، وخاصة في ليلة القدر. إحياء ليلة القدر، هذه الليلة المميزة والمباركة، تجد لها ما شاء الله تأثير عند أهالي الموصل في مساجدهم. جامع نور الإسلام يحيي ليلة 27 أم العشر الأواخر من رمضان؟ لا، في ليلة 27 منذ افتتاح الجامع. ما شاء الله ما شاء الله. وهناك برنامج أيضا. نعم، من بعد صلاة العشاء وحتى قبل صلاة الفجر. جميل جدا. شيخ أحمد، جنابكم وأنتم إمام وخطيب هذا الجامع الآن، حدثني أيضا عن الدور الدعوي للجامع، عدا أنه الدور الإنساني الذي ذكرته هذا شيء طيب، الدور الدعوي
من إقراء للقرآن، من تدريس للعلوم الشرعية، من حلقات كانت لها أيضا وجود في جامع نور الإسلام؟ نعم، منذ تأسيسي كان لدينا حلقات التدريس يقوم بتدريسها الشيخ أيمن الرفاعي أبو صهيب، ما شاء الله، فقد تخرج الكثير من طلبة العلم على يديه تدريس القرآن العظيم وكذلك المواريث. ما شاء الله، حلقات يعني كانت حلقات في نعم. تدريس المواريث وأيضا إقراء القرآن الكريم، حفص. ما شاء الله ما شاء الله، ويعني وهو مجاز، تم إعطاء إجازة لهؤلاء الطلاب. نعم. أتمموا المنهج. نعم الحمد لله، ما شاء الله، شيء طيب ومبارك. الآن نحن مقبلين على يعني أو ربما دخلنا بالعطلة الصيفية. نعم. جامع نور الإسلام أبوابه مفتوحة لأبنائنا في الدورات الصيفية. نعم، في كل عام نقوم بفتح الدورات الدينية للذكور والإناث. وكذلك هذه الدورات ليس هنا فقط، بل نقوم بالمنافسة في جامعنا على سبيل المثال جامع روضة المحمدية وجامع روضة الصالحين، وفي العام الماضي مع جامع قباء، منافسات بين الطلبة نشجعهم ونقدم لهم الهدايا. ممتاز، أبقى في هذا المحور شيخنا المبارك ونكمله إن شاء الله بعد فاصل قصير. أحبتي المشاهدين الأكارم، نبقى وإياكم في رحاب جامع نور الإسلام ونكمل بعد فاصل، انتظرونا بمشيئة الله تعالى. عدنا إليكم مجدداً أحبتي المشاهدين الأكارم، ونحن في رحاب جامع نور الإسلام. من الجميل جداً أن تجد مساجد الموصل اليوم تفتح أبوابها، ونحن إذ نعيش العطلة الصيفية بعد السنة الدراسية التي غادرتنا، وسنقبل إن شاء الله على سنة دراسية أخرى. في هذه الفترة تجد مساجد الموصل تفتح أبوابها لأبنائنا وبناتنا حتى يدخلوا هذه الدورات الصيفية، يتعلموا فيها دين الله تبارك وتعالى، يتعلموا فيها المحبة والتعاون والتكاتف لبناء المدينة والبلد، ويتعاونوا أيضا مع بعضهم حتى يكون القوي مع الضعيف. نتعلم أكثر حول هذه الدورات مع فضيلة الشيخ أحمد الغضنفري. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم مرة أخرى، حدثني عن دور جامع نور الإسلام في الدورات الصيفية، ما هو المنهج الذي يدرس، من هم الذين يدرسون في هذه الدورات، هذه الدورات تستقبلون أي الأعمار فيها، هل هي للذكور وللإناث؟ حدثنا أكثر واجعلنا في الصورة أكثر في هذه الدورات، تفضلوا. يكون المنهج الذي يأتينا من الوقف السني، نعم، التركيز عليه، نعم، ثم حفظ أجزاء من القرآن الكريم والتركيز على جزء عامة ثم تبارك. ما شاء الله. والدورات مقسمة للذكور والإناث. جميل. الإناث يكون الدوام صباحا. ومن يقوم بالتدريس هذه الدورات؟ مرشدات. ما شاء الله. من قبل الوقف السني. جميل جدا. وأيضا الأولاد؟ الأولاد معلمين. و
مدرسين في بعض وكل الأحيان. هذا تطوعا لله تبارك وتعالى ما شاء الله. الحمد لله جميل جدا، وأنا أشرف عليهم وأقوم بتدريس بعض الشباب جميل أثناء الدوام في الدورات الدينية. هناك أعمار محددة لاستقبال هؤلاء الأولاد؟ نعم، يعني أي في مرحلة الابتدائية أم هناك؟ من صف الابتدائي يعني سجل في صف الأول الابتدائي وحتى المتوسطة والعدادية ما شاء الله. والحمد لله ما شاء الله جميل جدا. هناك أمور أخرى عدا حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، هناك أمور عملية يتعلمها؟ نعم، على سبيل المثال نعلمهم كيف تكون صلاة الجنازة العملية، عملي عملي، وأيضا الوضوء العملي ليس نظري، عملي، الصلاة عملي، إقامة الصلاة، حتى يتعلمون في الصغر حتى إذا ما صادفهم صلاة جنازة فهم جاهزون. جميل، يعني منذ صغره يتعلم كيف يتوضأ وكيف يصلي، وليس فقط يحفظ أركان وشروط الصلاة إنما يؤديها، وهذه هي التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، ونركز على الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية، كيف يتعاملون في البيت، كيف ينامون، ماذا يقولون عند النوم، ماذا سيقولون أثناء الطعام أثناء الشراب. جميل، يعني آداب إسلامية عامة في كل ما يتعلق بحياة الإنسان. نعم، المسلم اليوم التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هناك مسابقات تحدث ما بين الصفوف أو الأعمار أو حتى الجوامع القريبة من يعني جامع نور الإسلام، هناك تحدث هناك مثلا مسابقات أو منافسات؟ نعم، في بداية الأمر نشجعهم مرحلة عن مرحلة، وأيضا هنالك مسابقات في هذا الجامع، على سبيل المثال يلعبون كرة قدم، أربع فرق نقسمهم ونشجعهم ونعلمهم أن المسجد ليس كالعبادة للعبادة والصلاة فقط، وإنما المسجد يشمل كل شيء حتى نعلق قلوبهم بالمساجد. جميل جدا، جميل. إذن من الجميل منذ الصغر أن ينشأ هذا الولد، ويعني أن تنشأ هذه البنت وهي في بيت الله تبارك وتعالى حتى تتعلم الدين الإسلامي الصحيح والحقيقي والآداب الإسلامية، كيف يحترم أباه وأمه، كيف يؤدي عبادته مع الله تبارك وتعالى. شيخ أحمد، أأتي الآن إلى الجانب الآخر، أنت الإمام الخطيب اليوم، وهذه رسالة عظيمة وشرف كبير أن يكون الإنسان اليوم في المحراب إماماً أمام الناس وعلى المنبر خطيباً يرشد ويدعو إلى الله تبارك وتعالى من على منبره. دور الإمام الخطيب داخل المسجد كيف يكون؟ حدثني عن هذا الدور وأنت في هذا المسلك. نعم، دور الإمام والخطيب له دور كثير، ليس الخطابة أو الصلاة فقط، يعني ليس فقط أنه يصلي إمام ويخطب يوم الجمعة، لا، بل يتفقد المصلين إذا غابوا. جميل، إذا غاب أحد المصلين ثلاث أوقات أو أربعة نتفقد ذلك المصلي أين هو. أحسنت، وكذلك نذهب إلى مجالس الأعزاء، وإذا ما سمعنا أحد المصلين قد تمرض نذهب إلى داره لعيادة مريض كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. جميل، وكذلك جدا. عندما يأتون من العمرة أو الحج نذهب إلى لتهنئتهم وتقديم لهم التهنئة. ما شاء الله، يعني اليوم تجد الإمام الخطيب ليس فقط داخل المحراب أو على المنبر، إنما يشارك الناس أفراحهم وأحزانهم وكل مناسباتهم، يعني تجد معهم دائما. وكذلك إصلاح ذات البين في المنطقة يأتون إلينا، وكذلك نذهب لتشييع الأموات لدفنهم، نذهب مع ذويهم إلى المقبرة، أيضا إرشادهم هناك. نعم، يعني نجد أن الإمام الخطيب له دور كبير. نعم، في كل مناسبات التي تكون، سواء كانت مناسبات يعني مناسبات خير أو مناسبات حزن أو مناسبات أو أزمات، تجد هناك رسالة، وهذه يعني بصمة وأثر طيب نجدها لأئمة وخطباء الموصل الفعالين الذين تربوا هذه التربية الصحيحة من العلماء السابقين الذين تتلمذوا على أيديهم ما شاء الله، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
دائما نقول إخواني المصلين إن هذا الجامع سمي جامع لأنه يجمع المصلين، يعني أبوابه مفتوحة للكبير والصغير والجميع. نعم، يزرع المحبة في قلوبهم. نعم، كما تعلم في اليوم 5 أوقات يأتون إلينا المصلين، هذا الطبيب وهذا العامل وهذا الكبير وهذا كل فئات المجتمع والحمد لله. نعم، يعني الجامع أبوابه مفتوحة للجميع، وفعلا هو بيت الله تبارك وتعالى، ولا يقتصر على إنسان دون آخر، الحمد لله، ولا تخصص دون آخر، والحمد لله نقف على صف واحد في هذه الجوامع والمساجد، وعادت ما شاء الله بأفضل مما كانت. الآن نجد إقبال الناس بإعمار هذه المساجد، حتى المساجد الكبيرة اليوم نجد فيها إعمار وإعادة بناء، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. إقبال الأولاد على الدورات الصيفية كيف تجدوها؟ إقبال كبير جدا، في كل صلاة يأتي إلينا الطلاب، متى ستفتح الدورة؟ بعدهم يعني بعد يعني في فترة امتحانات أو لم يستلم النتيجة. نعم، يأتي يتشوق، قلبه متعلق بالمسجد، متى ستفتح الدورة؟ الدورات نقول له امتحن الساعة، ايه، ونجح ونجح، وبعدين تعال على الجامع. ما شاء الله، يعني تجد يعني هذا الطفل يجد، خاصة إن كان خطيب الجامعة أو إمام الجامع، دائما ما يعطي الهدايا ويحفزهم ويشجعهم ويكون بروح طيبة معهم، أكيد هذا الطفل وهذا الولد سيتعلق بهذا المكان. نعم، بدون تبليغ يأتي إلينا في كل صلاة، نعم، قلبه متعلق بالمسجد. متى تفتح الدورات؟ إن شاء الله قريبا جدا، بعد انتهاء الامتحانات النهائية. نحن انتهينا من امتحانات الابتدائية والمراحل غير المنتهية، لكن بقيت لنا هناك امتحانات منتهية الإعدادية، الإعدادي إن شاء الله، لأنه لدينا طلاب إعدادية ننتظرهم حتى يأتون. ممتاز ممتاز، إن شاء الله يا ربي يجعل في ميزان حسناتكم أجمعين، يعني خطوة طيبة ومباركة. وشكرا لهؤلاء المدرسين والمعلمين الذين أعطوا وقتهم للتدريس في سبيل الله تعالى لهؤلاء الأولاد، شكرا لكم أنتم لهذه المبادرة، شكرا لمن يقوم على خدمة هذا الجامع المبارك. بقي لنا كلام نكمله إن شاء الله بعد فاصل قصير. أحبتي المشاهدين الأكارم، من هدي القرآن نستقي، وعلى حبه نلتقي بعد فاصل قصير، انتظرونا بمشيئة الله تعالى. عدنا إليكم مجدداً أحبتي المشاهدين الأكارم في برنامجنا محراب موصلي، ونحن في رحاب جامع نور الإسلام. جميل جداً أن تجد إمام وخطيب الجامع أيضاً ما شاء الله منفتح على باقي الشرائح المجتمع، فتجده ما شاء الله داخل الجامع صدره رحب مع المصلين، وتجده أيضاً خارج الجامع يعزي الناس ويهنيهم ويشارك مناسباتهم، وأيضاً له علاقات مع باقي الشرائح من المثقفين، من الأدباء، من الأكاديميين. شيخ أحمد، حدثني عن هذا الجانب، هل أنتم أيضاً اليوم لكم علاقات خارج الجامع يعني مع باقي الشرائح المجتمع، وتشاركون ليس فقط المناسبات التي ذكرتموها، هناك نطاق أوسع أيضاً موجود هذا عندكم؟ نعم، لدينا علاقات خارج الجامع. على سبيل المثال أذهب لزيارة قائد الشرطة، وكذلك آمر فوج الذي هو في قاطعنا. يعني هناك تعاون وتنسيق ما بين الإدارة القوات الأمنية وإدارة الجامع والقوات الأمنية، وكذلك عندما نقوم بعمل الاحتفال للمولد النبي الشريف يأتي إلينا آمر الفوج ومن معه، يعني أيضا يتبادلون الزيارة. نعم، والحمد لله مشاركونكم معكم احتفال. حدثني عن هذه المناسبة الكبيرة والعظيمة التي تحدث في مدينة الموصل بل في العالم كله،
في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. دور جامع نور الإسلام في هذه، تقيمون أيضا هناك مناسبة أو احتفال؟ نعم، نقوم بعمل المولد حسب الجدول الذي يأتينا من الوقف، وفي هذا اليوم المبارك يأتي إلينا مجموعة من العلماء والمشايخ، أمثال الشيخ الداعية الدكتور فهد الخالدي، ما شاء الله، والشيخ الدكتور ذاكر حساوي، ما شاء الله، وأيضا الشيخ سيف الدين العباسي أحد أعضاء الإفتاء في الوقف السني، ما شاء الله. يعني برنامج هناك، نعم، تقيمونه في هذا اليوم المبارك من قراءة القرآن، من إلقاء كلمات لهؤلاء، وأنا أشيد العلماء، وأنا أشيد طلاب الدورة الدينية، والمديح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جميل جدا. شيخ أحمد، حدثني عنك قليلا، جنابكم على يد من تتلمذتم من العلماء والمشايخ، وما هي الشهادات التي حصلتم عليها؟ في بداية الأمر نشأت في جامع العمرية، ما شاء الله، تربينا عند الحاج المرحوم عبد الستار الذي كان يعمل إماما للجامع، وبعد ذلك جاء إلينا الشيخ الدكتور ذاكر حساوي، ما شاء الله، وبعد ذلك ذهبنا إلى الشيخ المربي عليه رحمة والرضوان، الشيخ محمد أمين الفيضي عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك دخلنا إلى الكلية، كلية الإمام الأعظم الجامعة، وأخذنا شهادة يعني البكالوريوس قسم الدعوة والخطابة، ما شاء الله، ثم أخذنا شهادة الماجستير، ما شاء الله، في قسم العقيدة. شهادة الماجستير من أين حصلتم عليها؟ من لبنان، من جامعة الجنان. جامعة الجنان يعني خارج العراق، من نعم لبنان الشقيقة. شيخنا المبارك، هناك علماء كبار أيضا درستم على أيديهم، مشهورين في مدينة الموصل، تلقيتم عنهم العلوم في الكلية أو حتى خارج الكلية، أبرزهم أشهرهم في الكلية؟ الشيخ العلامة الشهيد السعيد الشيخ فيضي الفيضي عليه رحمة الله، وأيضا الشيخ العلامة الدكتور أكرم عبد الوهاب حفظه الله، والشيخ الدكتور عبد الستار فاضل، ما شاء الله، والعالم النحوي الدكتور عبد الوهاب العدواني، ما شاء الله، وأيضا الشيخ الدكتور فهمي القزاز الذي كان رئيس القسم آنذاك، آنذاك، ما شاء الله، وأيضا المفكر العالم، المفكر الداعية الدكتور عماد الدين خليل حفظه الله، جميل جدا، كان يدرس المرحلة الرابعة آنذاك. يعني هؤلاء الأسماء الكبار في مدينة الموصل، أسماء لامعة، رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي منهم، اللهم آمين. الجانب الآخر شيخ أحمد، اليوم ما زلتم إلى الآن ما شاء الله تكملون مسيرة، يعني عدد التدريس هناك الدراسة، حدثني عن جانب الخطابة كالمنبر، الخطاب الذي يتوجه اليوم للمجتمع ماذا ينبغي أن يكون؟ ما هو الخطاب اليوم؟ نحن في عالم الانفتاح اليوم، المصلون الذين يقدمون على الصلاة عندكم في الخطبة من كافة فئات المجتمع، تجد الشباب، تجد الكبار، تجد الصغار، ما هو خطابكم؟ كيف يكون مع هؤلاء؟ يكون الخطاب معتدل، ومعتدل، وكما تعلمون إن خطبة موحدة، نعم، التي تأتي عن طريق الوقف، نعم، ويراعون جميع فئات المصلين. جميل جدا. يعني اليوم أيضا الخطيب عدل، يعني مع الخطبة الموحدة هناك توجيهات ونصائح ومسائل مثلا فقهية، أو ربما أمور أحببت أن تضيفها لا بأس بها، نعم، خاصة نرى أحد المسائل الفقهية تقع في المسجد نبينها للناس. جميل في الخطبة جدا الثانية، يعني المسائل الفقهية أو ربما الأمور التي تحدث لا بد من توعية الناس بها وإرشادهم في الخطبة الثانية. أحسنتم أحسنتم. اليوم نصيحة من الشيخ أحمد الغضنفري للأئمة والخطباء زملائه، ما هي النصيحة التي توجهونها اليوم لهم وأنتم في هذا المسلك؟ كيف ينبغي أن يكون الإمام الخطيب، وما هي رسالتكم إليهم؟ الإمام الخطيب كما ذكرنا سابقا هو القدوة للمصلين. أحسنتم. هو الذي يسعى على اليتامى، على الفقراء، يسعى إصلاح ذات البين، يتفقد الناس، كما قلنا قدوة للمصلين، ويكون متواضع. أحسنتم. بالأخلاق وبالعلم، ويكفي في ذلك قدوته النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، السلام، فهو الذي كان مع الصغير، مع الكبير، مع الرجل، مع المرأة، مع الجميع يتفقد أحوالهم. نعم. ما أحلى التواضع.
جميل جدا، من تواضع لله رفعه. أحسنتم فضيلة الشيخ أحمد الغضنفري، شكرا لكم على رحابة صدركم وعلى فتح أبواب الجامع لكل الناس ولكادر قناة الموصلية، كان لها شرف أيضا أن تتواجد في هذا الجامع المبارك، وهذه الجهود المشكورة أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم لكم هذا العطاء، اللهم آمين، وأن يوفقكم في هذه الدورة الآن المفتوحة والتي أيضا ستستمر على مدار العطلة الصيفية، وأن يستمر العطاء والمجهود في هذا الجامع لأهالي منطقة دوميز وحتى باقي المناطق. أسأل الله تعالى أن يديم لكم هذا العطاء ويرزقكم الإخلاص والصدق في ذلك. أحبتي المشاهدين الأكارم، أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم لبرنامجنا محراب موصلي. كنا اليوم في رحاب جامع نور الإسلام، وهذا الجامع والمسجد الذي سمعنا عن هذه النشاطات والجهود المشكورة من يعني، وهذه نبذة مختصرة عمن ذكرنا. هذه الجهود التي من الله تبارك وتعالى بها على أهالي الموصل إن دل إنما يدل على حبهم وتعلقهم بمساجد الله تبارك وتعالى. اليوم هذه المساجد ما عادت إلا لأن أهل الموصل يحبون هذه الأماكن، هذه المساجد، إلا أن أولادهم وبناتهم ترعرعوا، بل نجد أن كبار العلماء وكبار الأساتذة الموجودين اليوم ترعرعوا ونشأوا في هذه المساجد، تعلموا فيها، لأن المساجد هذه ما بنيت للعبادة فقط، إنما بنيت للعبادة ولأيضا لتعلم أمور الحياة بشكل عام، وهي مؤسسات إغاثية إنسانية، وهي مدارس في جميع مجالات حياة الإنسان، تسعفه وتعلمه وتثقفه. دام العطاء لأئمة هذه المساجد، وحفظ الله هذه المساجد، وحفظ الله مدينة الموصل وأهلها الطيبين، وحفظ الله بلدنا العراق، ودمتم سالمين حتى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامجنا محراب موصلي. أستودع الله دينكم وأماناتكم وصالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.